الخميس 4 ابريل 2019 في عرب وود الليلة. انا حسين الصالح ده منظر مهندس ده عرباجي حنطور. انا عندي شغل ومش فاضي. ايتن عامر تواجه نضال الشافعي. يعني هو جنبي مش هقدر اقول عليه حاجة. ادي لك ضهري يا عم. قربان اتقبل مانشار برج هي يوم لمنها مانشار قربان. مسلسل رعب مصري في 3 مواسم. مبروك لكل كاست العمل ولكل كرو العمل. دانيلا رحمة مع باسل الخياط مرة أخرى. تحضرونا برمضان لأنه I promise you أنه حيكون شيء كتير حلو. انتظروا ميجا ماركل في قمة One Young World. كل ما تتذكر اسمي لهاللحظة ترجع. بلحظة جديد جوزيف عطية وعرب وود يرافقوا في كواليس التصوير. الأغنية التابعة إذا بدك لعمر عسل بصورة الكليب كأجواء. صبا مبارك تدعم قضايا اللاجئين فنية. بهمني كتير كتير موضوع اللاجئين، بهمني إنها واحدة ست وإنها دافعت عن حلمها وإنه شي ستارتد عم تعمل ميوزك فيديوز وشي أندد أب عم تمشي على كل ريد كاربت مهمة بالعالم. We're so proud of her. أهلا بكم مرة تانية، أنا جوري بكر وأنا خليل جمال. هنبتدي حلقتنا النهاردة مع العرض الخاص لفيلم الضغط عالي اللي أقيم في القاهرة. طبعا بنبارك لصناع الفيلم ونجومه اللي كشفوا لينا أثناء تواجدنا معاهم عن شخصياتهم وأدوارهم في فيلمهم الجديد. كان حلم وبقى فيلم، الحمد لله أن ضغط عالي أخيرا في السينمات. أنا حسين الصالح ده منظر مهندس ده عرباجي حنطور. أنا عندي شغل ومش فاضي. تغيب بطلة العمل آيتن عامر عن حضور العرض الخاص للفيلم، ولكن حضور البطل نضال الشافعي طغى على الاحتفال، ومخرج الفيلم عبد العزيز حشاد كان له رأي خاص في أداء نضال للدور. يعني هو جنبي مش هقدر أقول عليه حاجة. أدي لك ضهري يا عم. نضال بعيدا عن الفيلم، نضال صاحبي وأخويا، ونضال من أحسن الممثلين اللي موجودين في العالم العربي. وما رأيه في تقييم الرقابة للفيلم للجمهور 12 عام أو أكتر؟ بحترم أجهزة الرقابة طبعا وكل الأجهزة، لأن أكيد لو هم مش معملوش كده الدنيا ممكن تبوظ في حاجات كتيرة، عشان في واحد بيتكهرب جوه الفيلم فما بيموتش. فالقصة كلها ان يبقى الطفل اللي قاعد يتفرج هيستمتع جدا، الاسره كلها، فيلم للاسره كلها، بس محتاج حد كبير شويه اللي هو اصغر من 12 سنه يقول له لا ده ناس بتهزر، ده مش صح. حسين انت جسمه كله بيكهرب، اللي انت بتقعد لو قرب منها هتحصل قفله. الواد ده شكله ملبوس يا باشا. يا اختي حسين ما فيهوش حته فاضيه اركب لك فيها الفيش. وما هي رساله الفيلم؟ الفيلم بيعالج المشكلة احنا مش واخدين بالنا منها خالص، أهمية المواطن المصري البسيط. المواطن المصري البسيط ده هو الطاقة المتجددة لهذا الوطن. وأضاف الفنان نضال الشافعي رسالة عبر كاميرا البرنامج. دلوقتي الفيلم ده فيلم شباب، ما فيهوش أي راس مال ملوش معنى أو برا الوسط أو أي حاجة من الحاجات دي. احنا محتاجين جمهور دعم، محتاجين دعمكو الكامل يجي يحضر الفيلم. مش طالبين اي شيء غير ان انت تتفرج وتستمتع. لو انتوا عايزين مننا افلام حلوة وافلام كويسة، ولازم نقف جنب الشباب، لازم تقفوا جنب الشباب انتوا بنفسكو عشان الفيلم الجاي بقى اكبر، وتشوف الاكشن اللي انت عايزه، وتشوف الضحك اللي انت عايزه بامكانيات انت عايزها. انت ثروة قوية. عشان كده يعني انا مش اقل من الواد ميسي، ومش اقل من رونالدو. وبعد تغيب الفنان عمرو رمزي عن الشاشة الفضية ظهر ظهور خاص في الفيلم. أنا ضيف شرف في الفيلم، هو فيلم كوميدي من الدرجة الأولى ومبني على فكرة حلوة جدا للمؤلف محمود صابر، ومعمولة حلوة جدا جدا. نضال بذل فيها مجهود كبير، يمكن اتعطل الفيلم شوية وحصل شوية مشاكل، لكن في الآخر الحمد لله قدر يطلع بالصورة كويسة. فيلم عائلي بالدرجة الأولى. كما شارك الفنان حجازي متقال بأغنية الفيلم اللي أثارت ضجة كبيرة. أغنية جماعية بيني وبين منعم وهدى وعمر الجزار، دي أغنية تتكلم عن شكل الفيلم. الفكرة كانت حلوة، فكرة الفيلم نفسها كانت حلوة عجبتنا،
كلام الاغنيه كان جميل. الحمد لله ربنا وفقنا في الموضوع الحمد لله. الفكره كنت انا عامل الغنوه اصلا انا والفنان حجازي متقال احنا اصحاب جدا يعني، ولما دخلنا الفيلم فكرنا ان احنا نعمل حاجه جديده فضمنا الفنانه هدى الاول، وبعدين كان الفنان عمرو الجزار ان جو المهرجانات برضو الناس بتحبه، فقلنا نعمل حاجه شكلها جديد وغريب للفيلم يعني تكون اول مره يعني حاجه تتذاع بالشكل ده. والنبي ياما البت ياما جميله ياما، والنبي ياما اما اما حلوه ياما وانا ياما هننتقل دلوقتي عند زميلتنا سلمى الأزاز في نيوز روم. مساء الخير يا سلمى. مساء الخير خليل. تم طرح الإعلان الرسمي الأول لفيلم الكوميديا والجريمة المنتظر جوكر، والمقرر عرضه يوم 4 أكتوبر المقبل. الفيلم تم تصويره بنيويورك بتكلفة منخفضة بلغت حوالي 55 مليون دولار، وبتدور أحداثه حول ممثل كوميدي فاشل بيقاد للجنون ويتحول إلى قاتل مختل عقليا. Arthur. Does it help to have someone to talk to? My mother always tells me to smile and put on a happy face. She told me I had a purpose to bring laughter and joy to the world. وجه الفنان عبد الله الرويشد رساله لكل من سال عنه وحاول الاطمئنان على حالته بعد الازمه الصحيه اللي مر بيها اثر سقوطه على المسرح خلال حفله بمركز جابر الاحمد الثقافي بالكويت، وده كان من خلال فيديو نشره على السوشيال ميديا. احب اشكر شركه روتانا وطويل العمر ما قصر الامير سمو الامير الوليد بن طلال، شكرا على سؤالك، وشكرا لاخوي العزيز الغالي معالي الأخوي تركي آل الشيخ على سؤالك، وأنا ممتن لكم كلكم 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 وأحبكم وأموت عليكم، عشان كذي يعني بالظرف اللي أنا فيه لكن حبيت أن أنا أطلع وأشوفكم حبايبي ما قصرتوا، سؤالكم على عيني وراسي وأنتوا عيوني اللي أشوف فيها وقلبي اللي أحس فيه ودم اللي يمشي فيني، أنتوا قلبي وانتو كل ما فيني. سالم الهندي مشكور 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 حبيبي. كما استطاع المسلسل التركي اصطدام ان يحتل المركز الثاني على اليوتيوب في مصر للاسبوع الثاني على التوالي من عرضه، في ظل انهياره من حيث نسب المشاهدة في تركيا.
عربود الليلة. منازل فخمة هدية نجوم هوليوود لزوجاتهم. زودياك أول مسلسل رعب في مصر. دور في عالم من التشويق والسحر والدراما الاجتماعية في نفس الوقت. ما هي أجندة ميغان ماركل بعد إنجاب طفلها الأول؟ حياة نجوم هوليوود دايماً مليانة بالبذخ والطرف، وعلشان كده من الطبيعي إنهم يشتروا منازل بمبالغ ضخمة لزوجاتهم. فمين هم أبرز النجوم اللي أهدوا لزوجاتهم بيوت فخمة؟ يعتبر المنزل يلي أهديت جايزي إلى بيانسي بلاس أنجلوس هو أغلى منزل أهديه نجم لزوجته، حيث بيبلغ ثمنه 88 مليون دولار. ولكن هالشي منه غريب على جايزي يلي يعتبر واحد من أغنياء أمريكا، حيث بتبلغ ثروته 900 مليون دولار. كما أهدى سويس بيتس أليشيا كيز منزل بنيوجيرسي بيبلغ ثمنه 15 مليون دولار أواخر عام 2010 من بعد أن جابه ابنه الأول إيجيبت. وبالرغم من أنه جورج كلوني بيملك واحد من أغلى منازل باليونايتد ستيتس حيث بيبلغ ثمنه 100 مليون دولار، ولكنه حب أنه يهدي زوجته أمال كلوني عام 2016 منزل بأوكسفورد شاير بيوكي بيبلغ ثمنه 10 ملايين دولار. ومش كتير أبداً ملايين الدولارات أمام امرأة جميلة وناضجة مثل جيلو، لذا من الطبيعي أنه يهديها خطيبة أليكس رودريغيز منزل على شواطئ ماليبو بيتجاوز ثمنه 10 ملايين دولار. ومن بعد الحرائق المدمرة يلي طالت منزل مايلي سايرس وليام هامسورث بمدينة ماليبو، قرر ليام انه يفاجئ مايلي من بعد زواجهم مباشرة واهديها منزل بمسقط رأسة تنسي بيبلغ ثمنه 8 ملايين و 200 ألف دولار، وهو المنزل يلي لطالما بتوصفه مايلي بمنزل أحلامها. ومن بعد اعلان نيك جوناس وبيانكا شوبرا خطبتهم الصيف الماضي، قرر نيك انه يفاجئها بمنزل ببيفرلي هيلز بيبلغ ثمنه 6 ملايين و500 الف دولار. وكذلك انضم جاستن بيبر مؤخرا الى لائحه مشاهير هوليوود يلي اهدوا زوجاتهم منازل باهظه الثمن، حيث اهدى زوجته هيلي بولدوين من ايام قليله منزل ببيفرلي هيلز بيبلغ ثمنه 8 ملايين و500 الف دولار امريكي. يحتفل روبرت داوني جونيور بعيد ميلاده الـ 54، ولد بمدينة نيويورك من عائلة فنية، فوالده الممثل والمخرج روبرت داوني سير ووالدته الممثلة إلسي داوني. ظهر لأول مرة على الشاشة وقتها كان عمره 5 سنوات بفيلم من تأليف وإخراج والده بعنوان باوند يلي صدر عام 1970. وبعمر 10 سنوات سافر على إنجلترا لدراسة الباليه الكلاسيكي، ثم انفصل والديه بعام 1978 فانتقل للعيش مع والده بكاليفورنيا، ولكنه عاد لنيويورك عام 1982 ليشتغل بالتمثيل، إلى أنه مر بتجربة إدمان بعمر صغير وظل يعاني منها لسنوات طويلة، وذلك بسبب إدمان والده أيضا للمخدرات. وبالثمانينات قدم الكثير من الأعمال من بينها فيلم ويرد ساينس عام 1985، وبنفس العام شارك ببرنامج ساتردي نايت لايف واستمر معهم لمدة عام واحد، وقدم أول بطولة لإله بفيلم ذا بيك أب أرتست عام 1987. وبعام 1988 قدم فيلم 1969 مع كيفر ساذرلاند يلي كان شريكه بالسكن لمدة 3 سنوات بLA. I got a girl for you out here. Yeah, is he driving a white Edsel? No, it is a beautiful girl. She's walking along all by herself.
real poetic. كما قدم واحد من أفضل أدواره بفيلم شابلن عام 1992 يلي جسد فيه شخصية تشارلي شابلن وترشح من خلاله لجائزة الأوسكار وجائزة الجولدن جلوبز كأفضل ممثل، فيما تم إلقاء القبض عليه عدة مرات في السنوات ما بين 1996 و 2000 بتهم مختلفة من ناحية مواد ممنوعة. Everyone has a wild side, even a legend. من بعدها شارك بفيلم The Singing Detective بعام 2003، كما أنه أصدر ألبومه الأول بعنوان The Futurist عام 2004، وبعام 2008 قدم عملين مهمين وهن فيلم ايرون مان يلي حقق نجاح ضخم من حيث الإيرادات بالعالم، كما أنه نيل أعجاب النقاد، وفيلم تروبيك ثاندر يلي ترشح من خلاله لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد. There's been speculation that I'm parading around as a superhero. I'm just not the hero type, clearly. وقدم دوره الشهير بفيلم شيرلوك هولمز عام 2009 ويلي حصل من خلاله على جائزة الجولدن جلوبز كأفضل ممثل. And the Golden Globe goes to Robert Downey Jr. Sherlock Holmes. وبعام 2012 قدم فيلم أفنجرز يلي حقق إيرادات ضخمة ويلي تخطت المليار دولار، وتقدر ثروته حاليا ب 300 مليون دولار، حيث انه من الممثلين الاعلى اجرا بهوليوود. If we can't protect the earth, you can be damn sure we'll avenge it. أما بالنسبة لحياته العاطفية فتزوج مرتين، المرة الأولى كانت بعام 1992 من ديبورا فالكونر واستمر الزواج لغاية 2004 وعنده منها ولد. أما المرة الثانية فتزوج من سوزان داوني بعام 2005 لغاية اليوم وعنده منها ولد وبنت، وحاليا فهو بينتظر عرض أحدث أفلامه فيلم أفنجرز End of Game يوم 26 أبريل القادم. تم إقامة العرض الخاص لمسلسل زودياك اللي بيتكلم عن حياة مجموعة من الطلاب الجامعيين اللي بيواجهوا لعنة تسلب حياة كل من حولهم. وضع سيناريو المسلسل المنتظر عرضه في 3 مواسم، فريق كتابة كبير، خصوصاً إن زودياك هيكون أول مسلسل رعب في مصر. حضر العرض الخاص للمسلسل أبطاله خالد أنور، أحمد خالد صالح، وأسماء أبو اليزيد، محمد مهران، هند عبد الحليم، ركين سعد، وميار الغيتي. غمض عينك. Think of your happy place مع الناس اللي انت بتحبيهم وبيحبوكي. المسلسل خيال علمي تشويقي وبيعتبر تجربة جديدة في الدراما العربية. هو المسلسل في العموم أزمة بتواجه مجموعة من الشباب، دور في عالم من التشويق والسحر والدراما الاجتماعية في نفس الوقت. قربان التقبل مانشار بورك يا يوم نملها مانشار قربان. واحتفل أبطال العمل بانطلاق أولى حلقات المسلسل في عرض خاص تم إقامته أمس. من ضمن الحلقات الجديدة اللي بنعملها إنه يبقى في عرض خاص للمسلسل، نعرض أول حلقة نفور الناس شوية إيه اللي هيشوفوه، ونديكوا كده حتة تيزر كده تشويق شوية عشان الناس تبقى حابة تتفرج بقى على المسلسل كله. والمسلسل مستوحى من قصة الكاتب أحمد خالد توفيق حظك اليوم. أول ما قريت وأول ما عرفت إنه أحمد خالد توفيق اصلا قلت اوكي طبعا من غير ما اقول حاجه. وبيشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين الشباب واللي بيراهنوا على نجاح تجربتهم بشكل كبير. هتلاقي رعب وهتلاقي حزن وهتلاقي ضحك وصحبه وناس بتموت وناس بتصحى. انا بعمل دول مريم. مريم هي شخص يعني عندها طبع حاد شويه كده ومهتميه جدا بالروحانيات. بنبتدي ان احنا شله صحاب في الجامعه، وبعدين بنبتدي بقى احداث المسلسل بتدور حوالينا. لكن نفسك تروحي؟ أنا جاية أذاكر في الجامعة.
وسالنا مخرج العمل عن الصعوبات اللي واجهته. المسلسل معظمه جرافيكس، وبعدين بتتكلمي في مواضيع كمان لعنه الفراعنه، وبتتكلمي في السحر الاسود، وبتتكلمي في التايوت وفي الطاقه، حاجات كتير جديدة وصعبة. دايرة الدم بدأت. أنا مش عايز أروح له من غير ما ألاقيه. وعرس عدد من النجوم والفنانين على حضور العرض الخاص كدعم لصناع العمل. أول عرض خاص بيتعمل لمسلسل، ودي حاجة جديدة في مصر. مبروك لكل كاست العمل ولكل كرو العمل. بشارك في متابعة حاجة جديدة حلوة واعدة لناس بحبها. البداية مع بيلي آيليش يلي قامت بطرح أغنية Bad Guy من ألبوم When We All Fall Asleep Where Do We Go، وتم طرح الفيديو كليب الخاص بالأغنية يلي تمت مشاهدته 15 مليون مرة بخلال 3 أيام. I'm not bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. وقام أيضا المطرب جي إيزي بإصدار الفيديو كليب الخاص بأغنية West Coast، وهي تريو مع بلو فيس و All Black and YG، وتمت مشاهدته 5 ملايين مرة خلال 5 أيام. أما سيارا فقد طرحت كليب جديد بعنوان Thinking About You، ويلي تمت مشاهدته أكثر من 3 ملايين مشاهدة بثلاث أيام عبر يوتيوب. أما كين براون فقد قام بطرح ريميكس إسباني لأغنية Lost in the Middle of Nowhere كديو مع بيكي جي، وقاموا بتصوير الأغنية وطرحها كفيديو كليب. وأخيراً أصدر The Weeknd ديو جديد مع ناف بعنوان Price on My Head. بعد الفاصل، هل رفضت دانييلا رحمة العمل مع ظفر العابدين؟ الوقت ما خليني اخد 2 بروجيكتس بنفس الوقت، وكان في قرار كان لازم يتاخد. فتت ميجان ماركل بعد الولادة. عربوت حصرين في كواليس كليب جوزيف عطية الجديد. الكليب رايح على فيلم، يعني عم نعمل شوي هيك شورت موفي قريب على أغنية. سما مبارك قررت دخول الإنتاج من أجل النساء. اليوم I think إذا أنت بتقدر تكون تساهم بكارير حدا أو أنه تاخد بإيده أو تعطيه فرصة، هاد أهم إشي بالعالم. طبعاً أي فنانة بتتمنى إن هي تشتغل مع ظافر العابدين، خصوصاً لو كانت لسه في بداية مشوارها الفني. لكن اللي حصل مع الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة إنها اعتذرت عن العمل مع ظافر، وفضلت إنها تكرر تجربتها مع باسل خياط في رمضان السنة دي. في كتير قالوا لأن دانييلا نجحت مع باسل في رمضان اللي فات، فحابة إنها تكرر تجربة هتكون مضمونة إلى حد كبير بعد مسلسل تانجو، وده بدل ما تغامر في حاجة جديدة مع ظافر العابدين اللي بتكني ليه كل الاحترام زي ما قالت. الكاتب مسلسل كتير حلو، قصة كتير حلوة، إن شاء الله إن شاء الله يا رب ينجح والعالم يحبوا القصة. أكيد أنا حاسة أكيد حيحبوا القصة، فيها كتير سسبنس، فيها حب، فيها غرام، فيها كل شيء. يعني تحضرونا برمضان لأنه I promise you أنه حيكون شيء كتير حلو. من
بعد نجاحها الكبير في التانجو العام الماضي، دانييلا رحمة قدامها تحدي كبير في مسلسلها الجديد الكاتب، واللي هيكون أيضا مع باسل خياط ونفس المخرج رامي حنا. رامي بشكره من كل قلبي، مخرج رامي حنا هو بيعرف كثير منيح قدي له محل كبير بقلبي، قدي وقف حدي، قدي طلع مني قصص ما كنت عارفة انه موجودة، قدي عطاني ملاحظات. وأوقات الواحد بيقول انه ما بتزعل انه كل وقت عم يعطيك ملاحظات، انا بالعكس. والاول مره سالناها عن حقيقه اعتذارها عن بطوله مسلسل عربي ضخم مع ظافر العابدين بيصوروا حاليا بتركيا عروس بيروت. الوقت ما خليني اخذ تو بروجكتس بنفس الوقت، وكان في قرار كان لازم يتاخذ. وبكده نقدر نقول ان دانييلا رحمه بترفض العمل مع ظافر العابدين. ليه بتقولوا هيك؟ ليه رفضت؟ انه مش قصه رفضت، يعني خلاص انه الواحد بيختار انه شو الاحسن، شو لازم اعمل، وين لازم كون، اذا اضطريت سافر ما حقدر كون هون، يعني it's a decision. and مش بس هيك، it's a script, it's a character، الشخصيه اللي بدي العبها وين بحس حالي موجوده اكثر. وبرغم كده الا انها بتكن لظافر كل الاحترام والتقدير. ظافر اكيد I would love to work with him one day. كتير بحب تمثيله وبحضرت له كتير قصص له بالإنجليزي، بتعرفوا أنا دائما بحضر كل شيء بالإنجليزي. and I love his acting. I'm sure إنه one day إذا اشتغلنا سوا حنعمل شيء كتير حلو. بما إنه قيل من قبل إن تانجو عرض على مايا دياب، حبينا نسألها عن إمكانية أن تجتمع معها بمسلسل معين. I don't know why not. حسب شو يعني، حسب شو هو المسلسل أو السكريبت أو أنا مايا كتير بحبها. I love her. She has an amazing personality and energy كتير حلوة، فأكيد إذا اشتغلنا سوا شي نهار الشغل معها بيكون كتير حلو. دايما في تعليقات كتيرة عن الاستراليان اكسنت، فهل أصبح الموضوع بيزعجها؟ ده اللي حب يعرفه منها زميلنا راغب حلاوي. إيه بدكم تضحكوا علي يعني. Why is it so funny when I speak in English? I don't understand. لا ما بزعل. Of course I'm not sad. فيكم تضحكوا قد ما بدكم يعني. Your interviews are always very interesting. Thank you very much for your very intriguing questions. I love you so much. لسه الكتير منشغل بمتابعة أخبار ميغان ماركل اللي بتنتظر طفلها الأول من برنس هاري خلال الأسابيع القليلة اللي جاية، إلا أن ميغان ماركل منشغلة بالتخطيط للمهام اللي هتقوم بيها عقب وضعها جنينها. أكدت مصادر من داخل كنزينغتون بالاس بأنه ميغان ماركل رح تعود إلى مهامها الملكية الرسمية بأكتوبر القادم، وحيث أكدت The Mom To Be من أيام قليلة حضورها لفعاليات قمة One Young World السنوية برفقة برنس هاري يلي بيشتغل هلأ على تهيئة جدول أعماله الملكية من أجل أنه ترافقه ميغان بجميع خطواته. وتعتبر One Young World قمة بتنعقد سنوياً من أجل الاحتفاء بالشباب القادة حول العالم، ورح تنعقد هالعام بالفترة ما بين 22 إلى 25 أكتوبر بلندن. وبتتحدث ميغان بسبيتش الخاص فيها يلي رح تلقيه على الحضور عن دورها كفرد من العائلة الملكية البريطانية بدعم الشباب.
وهيدي منا المرة الأولى يلي بتشارك فيها ماجن بوانجو وولد سوميت، حيث حرصت على المشاركة من قبل زواجها من برنس هاري، فكانت متواجدة بقمة 2014 يلي عقدت بدبلن، وكذلك قمة 2016 يلي انعقدت بأوتاوا. وإلى جانب ماجن وهاري رح يحضر القمة هالعام كوين ماكسيما of the Netherlands وكراون برنس مات ماري of Norway ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو. ومن بين المشاهير تأكد لغاية هلأ حضور إيما واتسون. وبجانب حضور ماجن لـ One Young World Summit، تشتغل هلأ على وضع خطة تطويرية لكوين كومنولث تراست يلي اختيرت لها مؤخرا لتكون الفايس بريزيدنت للمؤسسة. يذكر انه ماجن ماركل رح توضع مولودها الاول خلال نهاية شهر ابريل الجاري. في بداية الأسبوع قام عاصي بنشر فيديو لبرومو حفلته المقامة بكوبروس مع تعليق موعدنا يوم السبت 13 نيسان في كراتس بريميوم أوبروس، ثم قام بنشر صورة لي تجمعه بالعديد من الفنانين أصالة هيفاء وهبي أحلام وشيرين وعلق عليهم من أجمل الذكريات، وتبقى الذكريات الجميلة محفورة في داخلنا مهما بعدتنا السنين مع الأصدقاء. وفي اليوم التالي قام بنشر صورة لي مع شيرين عبد الوهاب معلنا تضامنه معها بعد أزمتها الأخيرة، مصحوبة بتعليق شيرين الغالية انت دايما بالبال، وإن شاء الله تكون غيمة صيف وتعدي أحلى أخت ومصر بلدنا كلنا وأمنا كلنا وأملنا كلنا. كما نشر صورة بتجمعه مع العديد من الأصدقاء من ضمنهم وليد توفيق وعلق شرفتونا أحلى جامعة وأطيب ناس. وبعدها قام بنشر مقتطف من حفلته بالجنوب مشيرا ليلة من العمر في الجنوب. نشر ايضا فيديو للراحل عبد الحليم حافظ بمناسبه ذكراه معلقا عليه امبارح كان ذكرى رحيل عندليب الغناء العربي عبد الحليم حافظ. لفتني كيف كان يتعامل مع محبينه بروح طيبه ومحبه وهدوء بعكس كل ما نراه في هذا الزمن. يا ريت نتعلم من هذا الفنان العظيم كيف يكون الرقي. ثم نشر الحلاني صوره تجمعه مع وليد توفيق معلقا عليه باحلى الاوقات دائما مع الاخ وصديق الوفي وليد توفيق، وما بيخلص الحكي عن الموسيقى والفن الحقيقي. نشر بعدها صورة لي على أحد الشواطئ معلقاً عليها يسعد صباحكم بكل خير أحبائي أتمنى ليكم يوم رائع بإذن الله. ثم قام بنشر صورة لي معلقاً عليها عمري ما خنتك بالشعور. أخيراً قام بنشر فيديو لي من أحد حفلاته وعلق عليها بكلمات أغنيته ضحكت عينيك نهار. أسبوع الموضة الأردني يدعم مصمم الأزياء والعارضات في الأردن. هلأ كتير وقتنا و everybody عم بيحاول يشتغلوا they're proving themselves. زميلنا راغب حلاوي كان مع الفنان اللبناني جوزيف عطية، وده كان أثناء تصوير كليب أغنيته الجديدة بلحظة اللي صورها في لبنان. ومن شهرين أطلق جوزيف عطية أغنية بعيوني اللي صورها في إيطاليا وهي من إخراج جاد شويري. بس في أغنيته الجديدة بلحظة اتعاون جوزيف عطية مع مخرج شاب وهو رامي لطوف، فألف مبروك لجوزيف عطية أغنيته الجديدة. كل ما تتذكر اسمي شكل جديد ظهر بيه جوزيف عطية خلال فيديو كليب لحظة، واللي كان لينا فرصة حضور كواليس التصوير خاصة في تعاونه الأول مع المخرج رامي لطوف. اللوكيشن إذا بدك بتشبه جو الكليب جو الأغنية، الكليب رايح على فيلم يعني عم نعمل شوي هيك شورت موفي قريب على أغنية، والجو بيشبه المحل كتير هيك لذيذ، والشوارع اللي حنصور فيها شوارع بيروت تشبه جو الجو الكليب. سميها عشرة عمر بتسميها وقت وراح
كله حكي شو ما كان، قول اللي بدك وارتاح. حالة من النشاط الفني بيعيشها عطية الفترة الماضية، واللي تعاون فيها مع جات شويري في آخر كليبين، وهم عمر عسل وبعيوني. الأغنية تابع إذا بدك لعمر عسل بصورة الكليب كأجواء، بس مختلف الأوديو بيختلف. الأغنية اللي جاية اللي عم نصورها هلا غير شيء كليا، رح تكون أغنية رومانسية، موضوعها مش فرح مثل الأغنيتين اللي مرقوا. سكنك بعيوني عم بزيد جنوني وعم بتعلق فيك. أما عن المنافسة مع باقي النجوم وتصنيفهم فكان لي رأي خاص. أنا بلاقي أنه كل شخص بلاقي مطرحه وبلاقي والدنيا بتساع الكل، وبالنتيجة صف أول وصف تاني مش كتير بعرف بالتصنيفات مين وين، بس أنا مبسوط باللي أنا فيه والحمد لله. شغل الأغاني ماشي والناس عم تفاعل بطريقة كتير حلوة، وريبرتواري كتير بفتخر فيه إنه هالكمية الكبيرة من الأغاني الناس حافظتها وبتغنيها وبترددها، وهذا الشيء بيبسطني. بنواصل النهارده الجزء الثاني من لقائنا مع الممثله الجميله صبا مبارك اثناء تواجدها في فعاليات اسبوع الموضه في الاردن. بس النهارده صبا هتتكلم عن الفن مش عن الموضه، وتحديدا دورها كممثله منتجه واهتمامها بقضايا اللاجئين. In all honesty, بكل صدق، لما فتت على البروديوسينج as a producer قلتي ايش اللي وداني it's too tough or في الاول كان challenging وهلا صرتي تتلذذي بموضوع تشالنج اكثر؟ اسمع، I'm all about challenges. مع انا ما بع... انا الاشي السهل بضايقني وit bores me وبخليني احس انه ما عندي مكان اعمل فيه اشي. It's a challenging industry, of course it is. خصوصي للستات. أنا for me part of the reason why قررت أصير producer إنه content wise there's not a lot اللي عم ينتج لإلنا للستات. بحب إني أكون أخلق فرص لأدوار نسائية منيحة بالprojects اللي أنا بشتغل عليها من ناحية. من ناحية تانية I love 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 discovering new talents. وإني أخذ بإيدهم إنه to help them إنه to build a career. When I started مش كتير ناس وقفوا معي، مش بمعنى شرير، لأنه ما كان في هالإشي اللي عم بصير بالهذا. اليوم I think إذا أنت بتقدر تكون تساهم بكارير حدا أو إنه تاخد بإيده أو تعطيه فرصة، هذا أهم إشي بالعالم. أنا دايما بنستسهل الشيء لما بنشوفه عند الغرب، يعني كل السليبرتيز أو الستارز بيوروب، ريز ويذرسبونز، سلمى حايك، they all producers, they produce their own work. ليش لا عنا؟ طبعا ليش لا عنا، وبلس انه our industry هلا is happening. It's our duty انه كستات وكرجال، بس especially كستات، انه المسكونسبشنز اللي موجوده عنا، انه انا up till few years back مره رحت على يوروب قالوا لي oh you look smart، وانحكت بشكل انه حدا مستغرب وكانه الطبيعي اني اكون مثلا ماشيه بايش بتنت مثلا او هيك. ف يمكن انه it's a compliment. Yes. And it wasn't بالمره. فبحكي لك يعني انه يس هلا 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 كثير وقتنا، everybody عم بيحاول يشتغلوا they're proving themselves. انا بالنسبه لي هذا it's very fresh واي هوب ات كاريز اون بهاي الطريقه، واي هوب اني اكون بارت من هذه الحركه بكل انواع الفن، سواء فن تشكيلي، سواء فاشن، سواء السينما، كله. Proud were you لما كانت نادين لبكي موجوده بكل هالاوورد سيزونز؟ او ماي جاد، اي واز سو 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 براود. I was so proud لأنه عم تحكي على موضوع له علاقة باللاجئين and it's something that أنا كتير بدافع عنه. أنا I work with UNHCR. Yes, and I work with مفوضية اللاجئين as a matter of fact. وبهمني كتير كتير موضوع اللاجئين. بهمني إنها واحدة ست وإنها دافعت عن حلمها وإنه she started عم تعمل music videos وshe ended up عم تمشي على كل red carpet مهمة بالعالم. We're so proud of her. زي ما كنت فخورة بناجي أبو نوار قبل كم من سنة لما عمل ذيب وكان بالأوسكار وكان برضو بأفري أورد سيزن. فالمراجل واصلة،
وهذه مهلة وبدت. I think لسه العالم العربي فيه talents to be explored وتكتشف, و I'm waiting لليوم اللي أنا كمان رح إن شاء الله أكون بمحل بشبهك إن شاء الله. كل شيء كويس. What do we have for Ramadan? For Ramadan عندي my production house عم بنتج مسلسل اسمه عبور, كروس اوفر, بحكي عن اللاجئين السوريين اللي موجودين بالأردن. هذا أول مسلسل بالعالم ever بيتصور بان actual refugee camp. في جزء كبير من الفريق تبع العمل هم actual refugees. طبعا العمل مش سياسي, العمل إنساني اجتماعي, light as a matter of fact. و I'm looking forward إنه الناس تشوفه وتحبه إن شاء الله. بعد رمضان على طول عم بنتج فيلم سينما بيحكي عن اسمه بنات عبد الرحمن, بيحكي عن أربع بنات بيضيع منهم أبوهم وعندهم road trip عشان يدوروا عليه ويلاقوه. It's a dark comedy, من إخراج وتأليف زيد أبو حمدان ومن إنتاجي, ورح أمثل واحد من أدوار البنات. هيدا الفال, هيدا فال. Yes. Thank you so much. Thank you, thank you, حبيبي. Thank you. استنونا يوم الأحد مع الجزء الأول من نجم الأسبوع مع الفنانة المصرية شيرين رضا. مش عارفة أنا عاوزة إيه, كنت بلعب بصراحة. الفيلم ده علمني يعني إيه أدخل في كاركتر من الأول. وإيه كمان؟ كنت في حياتي محل مسلسل تاني. أوكي. ثلاث أيام دخلت انتنسف كير. انت فاكرني؟ ما تخافيش انا مش ناسيكي. احنا اخر حد استعملنا عليه الماده دي كان براد بيت. خلصت حلقة عربود الليلة وكان فيها أنا حسين الصالح. ده منزل مهندس, ده عباجي حنطور. أنا عندي شغل ومش فاضي. آيتن عامر تواجه نضال الشافعي. يعني هو جنبي مش هقدر أقول عليه حاجة. أدي لك دهر يعني. قربان التقبل مهشار برج هي يومنا منها مهشار قربان. مسلسل رعب مصري في ثلاث مواسم. مبروك لكل كاست العمل ولكل كرو العمل. دانيلا رحمة مع باسل خياط مرة أخرى. تحضرونا برمضان لأنه I promise you أنه حيكون شيء كتير حلو. انتظروا ميجا ماركت في قمة وان يانج وورلد. بلحظة جديد جوزيف عطية وعربود يرافقوا في كواليس التصوير. الأغنية تابع إذا بدك لعمر عسل بصورة الكليب كأجواء. صبا مبارك تدعم قضايا اللاجئين فنية. بهمني كتير كتير موضوع اللاجئين, بهمني إنها واحدة ست وإنها دافعت عن حلمها وإنه she started عم تعمل music videos وshe ended up عم تمشي على كل red carpet مهمة بالعالم. We're so proud of her. وبكده تكون خلصت حلقتنا للنهارده. استنونا بكره وحلقه جديده من عربود, وشكرا لمتابعتكم.